تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص في سوريا إحباط محاولة تقدم لقوات الأسد والميليشيات الموالية له في مدينة درعا وتدمير دبابتين وعربة شلكة ضمن معركة الموت ولا المذلة. كما تمكنت فصائل المعارضة من إصابة طائرتين مروحيتين بمضادات الطيران، واستهدفت بقذائف الهاون رتلا لميليشيات موالية للأسد كان متجها إلى مدينة درعا. قال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله إن قطاعات الفرقة 15 حررت قرى شيخ قرة وطيشة العطشانة والشهداء والعزيزية والموالي شرق ناحية المحلبية في مدينة الموصل العراقية. كما أكدت الشرطة الاتحادية أن قواتها تتقدم باتجاه حي النوري آخر معاقل داعش في غرب الموصل. قتل 17 فردا من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في ضربات جوية لطائرات قوات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في مديرية عسيلان في محافظة شبوة. وقال مصدر في المقاومة الجنوبية إن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير طقم يحمل مضاد طيران من عيار 23 وقتل من كان فيه من الميليشيا في جبل قرن صوفة وطقم آخر عليه سلاح من عيار 14. أصيب عدة أشخاص بجروح بينهم شرطية صباح اليوم بنيران أطلقت في محطة للقطارات في ضاحية ميونخ الألمانية، حيث أوقف شخص كما أعلنت الشرطة. وقال الناطق باسم شرطة ميونخ إن الحادث وقع عندما كانت الشرطة تقوم بعملية تفتيش في محطة مترو أنفاق أونتر فورغن، وأضاف أنه خلال عملية التفتيش أطلقت رصاصات، لكنه لم يحدد ما إذا كان مصدر الإطلاق هو الشرطة أم مشتبه به. قال مسؤول في الإطفاء إنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى جامعة يونسي في كوريا الجنوبية اليوم بعد انفجار طرد في الجامعة الواقعة في وسط سول ما تسبب في إصابة عضو بهيئة التدريس بجروح فتح الطرد في مكتبه، إذ أدى الانفجار إلى تطاير مسامير من الطرد، كما أن إصابة عضو هيئة التدريس التابع لكلية الهندسة ليست خطيرة. أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من إعلان وزراء البيئة لمجموعة السبع حول التغير المناخي الذين اجتمعوا في بلدة بولونيا الإيطالية. ويعكس هذا الانسحاب اختلاف الولايات المتحدة مع الأعضاء الآخرين، ويجدد تأكيد واشنطن على موقفها الأحادي حيال مسألة المناخ، كما يبين أنها لن تعود إلى اتفاق باريس المتعلق بالاحتباس الحراري. نهاية الموجز، في أمان الله.